حنا في هذه الجولة حاليا جينا من إيميلشي لأوكدال، ومن أوكدال جينا طلعنا لأخيام. حنا في هذه البلاصة في الشلال ديال أخيام، وهذا الشلال هذا كما شفتوا هنايا بديتوا فيه واحد الحاجة دقتوها، مازال ما عرفتش واش تسميتها تقريبا. هذا الخبز تراديسيونيل ديال البلاد، ديال الرحالة وديال الناس ديال البلاد، معروف خصيصا عند الرحال. هذا واحد النوع ديال الخبز كتشوفوه راه فيه الحجره لداخل، ها انتم دقتوه باش يطيب من الداخل وتيطيب في الجمر، وهذا خبز اخر تيطيب هو غير بوحدو في الجمر والرماد. دونك هذا سميتو بحمو، بحمو وهذا أبادير. دونك بحمو هو اللي فيه الحجره، أبادير هو الاخر. من بعد غادي نعطيكم الصراحه عليك رسول الله. الله في غلار نتاع جان والغور اختي وزميل يمشي تخيط ديال الحرفه نغنو كوني ادي ساهل مولانا هذا غيعاون مولانا يتخيط ديال اللي منه خبز بحال هكا. ما عندناش العيالات كانوا كانوا الزفريين في الجبال وكان عايشوا في الخلايا السوارح، زعما هادشي اللي باش كنطيبوا كنعيشوا به. هذا هو الخبز ديالنا والماكله ديالنا، داك الشيء اللي كنديروا في الغيران.